تعالوا نشوف لقاءات ما بعد المباراة ونرجع بقى نشوف أخبارنا سريعا وبعض الفيديوهات كده، وبعدين نطلع لباسم مرسي نجمنا النهاردة في كورة كل يوم. الحمد لله على مباراة النهاردة. احنا بنلعب فريق الرجاء، فرقة لها اسمها، فرقة محترمة. احنا نازلين عايزين 3 بونت عشان احنا في موقف مش كويس، هما كان في موقف مش كويس زينا، بس الحمد لله احنا تعبنا في المباراة النهاردة واحنا جايين عايزين 3 بونت، والحمد لله احنا تعبنا وربنا ادانا 3 بونت. الحمد لله والله على كل شيء، الحمد لله. يعني نتيجة الماتش كان بالنسبة لنا صعب، انا قلت لهم ده اصعب ماتشات الاهلي وسموحة، لان بتلعب مع فرقة بتصارع معاك برضه الهبوط، فرقة يعتبر كسبتنا في الجونه، فنفسيا يعتبر مهيئين ان هم ممكن عايزين يكسبونا برضو هنا. فالحمد لله انا قلت لهم زي ما قلت قبل كده ان معايا رجاله هم وعدوني قبل الماتش، والله الحمد لله. حتى لما دي كانت 1-1 اتضغطنا شويه وكان بره في قلق، بيقولوا 3 دقايق باقيه مش عارفين نعمل، قلت لهم ان شاء الله هنكسب برضو، ان شاء الله هنكسب، وربنا الحمد لله تسجل. الحمد لله 3 بونت يريحونا ان شاء الله فيما بعد، وربنا يكرمنا الماتش اللي جاي اهم، عاوزين بس 3 بونت ان شاء الله وربنا يكرمنا ان شاء الله. يعني اقل حاجه بعد كده يعني ما نخسرش اقل حاجه. لعيبه النهارده رجاله اهوت، قعدنا في اول الدور الاول واتكلم، اتفقنا ان شاء الله ان احنا الدور الثاني هنركز ان احنا نعمل نتائج ايجابيه، مش يعني نغير الصوره اللي اتكتبت علينا في الدور الاول، اللي احنا ان شاء الله في الدور الثاني هنكسب او نتعادل، مش هنفرط في بونت ان شاء الله. والحمد لله النهارده بتلعب فرقه، يعني انا شايفها فرقه من الفرق المحترمه في الدوري الممتاز، اللي هي بتلعب عندها روح كويسه وبيلعبوا بقوه، بيلعبوا بروح وعندهم حماس في الملعب، لما تكسبهم في ملعبك في ملعبهم دي يحسب للعيبه كلها. الحمد لله على ال3 نقط، وببارك لكل اللعيبه والجهاز الفني، كل الناس رجاله بصراحه، كله ادى اللي عليه، عشان كده الحمد لله يمكن ربنا كافينا ودينا الحمد لله ان احنا نخطف فوز غالي، بعتبره يمكن اغلى فوز هنحققه في الدوري. الحمد لله وشكرا لله. الحمد لله طبعا على كل شيء، الواحد حزين طبعا على ال3 بونت اللي فقدناهم دولت، كان عندنا امل كبير ان احنا ناخد ال3 بونت دولت، كان يساعدونا شويه في ترتيب الجدول او بالنسبه للماتشات اللي كانت جايه وكده، لكن انا شايف ان احنا برضو لعبتنا ادت اللي عليها، عملت اللي عليها، وكان في سوء توفيق كبير جدا في بالنسبه للفرص اللي احنا بنضيعها. الفرقه بتأدي بشكل كويس، حاولنا نعالج الحاجات الاخطاء اللي بتحصل في الفتره اللي فاتت، برضو قله الخبرات عندنا برضو قليله، زي ما انت شايف كده بنخسر كل ماتشاتنا، خساره في اخر دقيقه في قبل الماتش الاهلي في اخر ربع ساعه، فالحاجات دي كلها برضو يعني كان المفروض من بدري كان في بقى في احنا جينا لقينا المجموعه دي موجوده، اشتغلنا عليها، عملنا بذلنا معاهم جهد كبير جدا، حاولنا نوظف لعيبه كتير في الملعب. التدعيمات برضو كانت في بعض القصور في بعض التدعيمات بتاعه الفرقه بالنسبه للمراكز اللي عندنا، غيابات النهارده برضو في حوالي 4 لعيبه النهارده ما بين الاصابه والوقف النهارده من اللعيبه الاساسيين، لكن برضو ده ما يقلش من الناس اللي لعبت ادت مباراه كبيره جدا، ومتهيألي كل الناس شافت الماتش، وطبعا الراي الاول والاخير لكم يعني كمحللين. هو ما فيش شك صعبت، بس ما فيش حاجه مستحيله في الكوره، يعني احنا ان شاء الله هنركز، لسه عندنا 5 ماتشات نكسب 4 هنبقى موجودين، فان شاء الله اصلا الماتشات الجايه نعوض، ربنا يكرم يعني ان شاء الله، لسه بدري يعني. فرحه كبيره طبعا لعيبه نادي الجونه مع المشرف العام على الفريق الحاج احمد الصحيفي، انه كان في موقف صعب جدا في بدايه الدوري، كانوا من الفرق المرشحه للهبوط، ولكن النتائج اتحسنت بشكل كبير جدا في الدور الثاني بالنسبه لنادي الجونه. تعال نروح لاخبارنا. الاهلي بيهدد وكاله الاهرام بتسهيل خطاب الضمان بعد تاخر صرف 15 مليون جنيه. النهارده كان المفروض يوصل شيك للنادي الاهلي ب 15 مليون جنيه من وكاله الاهرام للاعلان، وراح مندوب النادي الاهلي وكاله الاهرام عشان يستلم الشيك، لكن الشيك ما طلعش، فالنادي الاهلي بيهدد ان هو هيسيل خطاب الضمان بالنسبه لوكاله الاهرام. النادي الاهلي بيرسل انذار اخير لنادي الشباب السعودي عشان مستحقاته في فلافيو لما اتباع لنادي الشباب السعودي في 2009 لحوالي 1,200,000 جنيه، فبيقول كمان النادي الاهلي هيكلف المستشار القانوني بالشكوى للفيفا. وزير الشباب والرياضه بيوافق على دعم النادي الاهلي ب 7 مليون جنيه، حاجه طبعا مميزه جدا من وزير الشباب والرياضه، كان دعم نادي الزمالك وبيدعم النادي الاهلي.
شباب النادي الاهلي او فريق الشباب في النادي الاهلي بيشتكوا من المعامله السيئه وتاخر المستحقات وتجاهل تصعيدهم للفريق الاول. انا شايف ان كابتن محمد يوسف بيصعد لعيبه كتير وما يقدرش يصعد الفرقه كلها طبعا. بالنسبه لنادي الزمالك احمد مرتضى منصور بيقول ان تاخر ابراهيم صلاح في السعوديه بسبب مستحقاته في نادي العروبي. الناس بدات تسال في نادي الزمالك فين ابراهيم صلاح، هل ابراهيم صلاح هيتعاقد مع نادي الزمالك ولا لا؟ فاحمد مرتضى منصور بيقول ان ابراهيم صلاح اتاخر في السعوديه ليه مستحقات عند نادي العروبه. واحنا برضو جبنا بعض المعلومات عن ابراهيم صلاح من السعوديه. حاجتين مخلين ابراهيم صلاح يتاخر في السعوديه، الحاجه الاولى جاي له 4 عروض من نادي الشباب السعودي، من نادي الخليج وده فريق صاعد من القسم الثاني، من نادي الفتح اللي هو بطل الدوري السنه اللي فاتت، وبرضه عنده عرض من نادي العروبه، وفي كلام من خلال شركه التسويق اللي متعاقد معها ابراهيم صلاح انه نادي النصر بيفكر في التعاقد مع ابراهيم صلاح. يعني عنده 5 عروض في الدوري السعودي، وبرضه ضعف المقابل المادي او الفلوس اللي عارضها نادي الزمالك على ابراهيم صلاح هي اللي مخلاه يفكر شويه وما يتسرعش ان هو يجي الى نادي الزمالك. بيقولوا ان هم عارضين عليه 1,400,000 جنيه في الموسم، وابراهيم هناك معروض عليه في السعوديه 350,000 دولار في الموسم، يعني حوالي داخله في 3 مليون جنيه. فالولد بيفكر وفي نفس الوقت عنده عروض كويسه في السعوديه. هنشوف ايه اللي هيحصل الفتره اللي جايه. وكمان نادي الزمالك محدد له اللي هو ياخد 200,000 جنيه مقدم التعاقد. الزمالك هيخش معسكر بكره ان شاء الله استعدادا للمنيا. اتحاد الكره بيحذر الانديه من البيع الفردي لماتشات الدوري. الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد بيقول اللائحه تجبر الانديه على البث الجماعي. الاتحاد الكره مستني بكره 8 مليون جنيه نقدا من التلفزيون المصري، من اتحاد الاذاعه والتلفزيون. انديه القسم الثاني بتطالب ان يكون الهبوط للناديين بس بدل 3 انديه. اللائحه بتقول السنه دي 3 انديه هتنزل من القسم الثاني للقسم الثالث، فالانديه عايزه الفرقتين بس ينزلوا. اقامه مؤجلات انديه اسوان قبل انتهاء المسابقه ب3 اسابيع. في بعض انديه اسوان اتاجل لها بعض الماتشات بسبب المشكله اللي حصلت في اسوان الفتره الاخيره. رئيس الاسماعيلي العميد محمد ابو السعود بيقول لن ابتعد عن لجنه الانديه وارحب بالتعاون مع الاستاذ مرتضى منصور. وزير الرياضه بيوافق على دعم النادي الاسماعيلي ب 6 مليون جنيه برضه حاجه كويسه جدا. فحص طبي لبشير وعبدول اللاعب الغاني في النادي الاسماعيلي واشتباه باصابته بقطع في غضروف الركبه، يعني الولد لسه ما لحقش يلعب غير مباراه واحده واحرز هدف في ماتش اتحاد الشرطه لكن اصيب. الاسماعيلي بيرفض مواجهه المنيا على ملعب الترسانه. الاسماعيلي بيصرف مستحقات لاعبيه ومكافاه الفوز على بتروجيت يوم الاحد. لجنه قانونيه من اتحاد الكاراتيه في نادي بلديه المحله عشان موضوع الفضيحه بقى اللي حصلت في موضوع الكاراتيه. نادي برشلونه بيفوز ببطوله دوري ابطال اوروبا للشباب. نادي برشلونه بيفوز ببطوله دوري ابطال اوروبا للشباب مش للفريق الاول، الفريق الاول خرج. يعني ما تقول نجيب الفيديو معانا ولا مش جاهز دلوقتي؟ لو معاكم الفيديو دلوقتي نجيبه. كان برشلونه لعب مع بنفيكا في المباراه النهائيه وكسب 3-0، والمباراه كانت في سويسرا. 3-0 لبرشلونه على بنفيكا البرتغالي في نهائي دوري ابطال اوروبا للشباب. قررت لجنه المسابقات في القسم الثاني ايقاف عبد العالي الشندويلي المدير الفني لنادي المراغه ماتشين وتوقيع غرامه ماليه 500 جنيه وفي حال تكرار المشكله اللي حصلت في الماتش اللي فات ما بين المراغه وسوهاج هيتم نقل ماتشاتهم خارج ملعبهم. احتساب نتيجه مباراه الاقصر والمدينه المنوره 2-0 لصالح الاقصر بعد انتهاء المباراه 0-0، وكان المباراه ما كملتش، كان حصل مشكله من المسؤولين في نادي المدينه المنوره واتخانقوا مع الحكم وتم احتساب المباراه لصالح الاقصر 2-0. ايقاف علي محمد مدرب حراس مرمى المدينه المنوره 8 شهور وغرامه 7000 جنيه مع الانذار بشطبه وتوقيع غرامه ماليه قيمتها 1000 جنيه على 5 لاعبين من نادي المراغه و2000 جنيه على النادي. معاكم ايه؟ نبدا بايه يا جماعه في الفقره اللي فاتت؟